Che sora di me sta? Dai. السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير معاكم؟ كي داز؟ كي غادي تكملوا هذا رمضان؟ نقول صافي راه بقى ليه غير يومين، حنا غدا العيد ان شاء الله. عواشر مبروك عليكم كاملين. اليوم غادي نديكم معايا، غنخرجكم من الدار، نخرجوا غادي نمشيو لعند اختي. انا عندي اختي ساكنه في ناغانو، وانا دابا في لاستاسيون ديال طوكيو، وهانتوما معايا. حنا دابا في لاستاسيون ديال شينكانسان ديال تي جي في. هذا السوسول كامل، و غنقلبو على البلاصة اللي نمشيو لي تيكي. مازال ما خدينا لا تيكي ولا والو. Gracias, gracias.
كتب عدي عليا راه زوج متر في الخدمه ديال الباب كل صوره هذه ما شفتها هاي السلام عليكم، انا معكم عاوتاني من جديد. ان شاء الله اليوم غادي نمشي انا واسيا اختي، غادي نمشيو للمحل ديالها. بغات تديني تصايب ليا المساج ومانيكور والبيديكور، ومهم بغات تحلق عليا. الله يكثر خيرك حبيبه ديالي. وهذا هو المحل ديالها. احنا دابا وصلنا ليه، هذا سميتو نيفرتيتي ازياس. احنا ندخلوا ليه ولا خليكم معايا؟ مرحبا مرحبا بكم اللي جات للناكانو، ها نتوما. مرحبا بكم. حبيباتي غزالاتي صحاباتي عائلتي، اليوم جبتكم باش نوري لكم المحل ديال اسيا اللي هي اختي اللي كتكون في مدينه ديال ناكانو. مدينه ناكانو تبعد عن طوكيو تقريبا واحد 150 ولا 300 كيلومتر، شي 250 300 كيلومتر هكاك. جيت عندها في العيد، جيت في النهار الاخراني د رمضان، جيت دوزت معها العيد وجاتني لهنا. اليوم غادي دير ليا مساج، غادي ليا تهلا فيا ترجع ليا الانوثه. الله يخليها ليا ويطول عمرها ويخلي لكم اهلكم ويخلي لكم عائلتكم ويخلي لكم خواتاتكم اللي عندها شي اخت ولا اللي عندها شي خوت. تهلا فيه، راه الدنيا ما دايماش وما عرفناش امتى نزيدو. تهلاو بعضياتنا. كيف ما قلت لكم، هذا هو اللوغو ديالها. اللوغو ديالها هو عباره على اسيا، اسمها اسيا ديال اسيا نيفرتيتي، لو سيمبول ديال لا بوتي ديال هذا. واخا مصري، واخا ما نقولش شخصيه، مهم شخصيه مصريه، ولكن هي في العالم كله ديال الرمز ديال الجمال وديال الاناقه وديال اللي جا عندها زعما غيخرج بحال نيفرتيتي قياس الخير. هذا هو المحل من هنايا دعم من برا. دارت لي بدلاتو، بدلات ليه كان هنايا كله حيط، بدلاتو درتو هكا بزاج وبلا الومنيوم باش يدخل الضو مزيان. هذه هي الدخله، من بعد غادي ندخلكم ليها. هنايا عندها هذا اللوباطه هنا في الدخيله، وعندها هاد الولادات هادشي هنايا لو مانو. وهنايا عندها الباركينغ، تاركين دوكا فيه شي خمسة ديال لي فواتور. حيت هاد المدينة ديال ناكانو ماشي بحال طوكيو، الناس الأكثرية كيتنقلو بالطوموبيلات ديالهم، فما كيحتاجوش للترانات ولا شي بحال طوكيو. إلا مركبتيش في التران والطوبيس وهذا ما غاديش تقدر تحرك، إلا تحركتي الطوموبيلة غدوز النهار كله غير باش تنقل. بون البلاصة جات هكا في وسط لي فيلا، جات بلاصة ترونكيل بزاف كنصور، ما كاين حتى طوموبيله دازت ولا طونكيل. هي كان عندها محل في على الشارع وبدلات وجات لهاد البلاصه. قالت لك باش يكون فريمون بلاصه ديال الاستيتيك ديال الريلاكس ديال، فجات لهاد البليصه هادي قلت لكم و نتمنى يعجبكم. حنا ندخلو، اجي تبعوني يلا. وهنايا يا حباباتي انا رجعت عاود رجعت معاكم. هذه الدخيله دايره فيها هاد لو تابي باللوغو ديالها اسيا نيفرسيتي، سمحي لنا لالا نيفرسيتي كنعطو عليها برجلينا. كاين هذه الدخيله ديال المحل دايره فيها هاد لي برودوي ديالها، هي اللي دايراهم بسميتها، هاد لي زويل داكشي كتكتب فيهم بسميتها داكشي. كاينين هاد لي برودوي ديال التعقيم فين ما مشيتي دابا، يا سوبر مارشي يا محل يا ريستوران، ولا قلت غتلقى هاد المواد هادو. تعقموا يديكم، كاينه واحد الترمومتر كديروا لهذا لاكليون في جبهتها، ديك الساعه كتبان شنو شحال واش فيها سخانه ولا لا. الا كانت فيها الحراره ديالها 37 خاصها اوبليغاتوار تمشي بحال هكا. هذا هو
هذا هو الثرمومتر كديروا لها هكا في الجبهه غير بعيده شويه كتعطيك ديك الساعه شحال فيها في الحراره صافي كتدخلهم قلت لكم من داخل تغسلي فيها وتعقم ودير واحد البرودوي تغرغروا هكا في حلقها باش يمشيو لي ميكرو كاملين بون ماش ما نقولش عليكم هنا كاين لو بوين ديال النيل الداخل كاين البيرو ديالها والبلاصه فاش كيرتاحوا في الستاف وداك الشيء فين كيبدلوا المهم الداخل هي هنايا عندها واحد لوتيغاس اللي هذا فيها كريسيات وداك الشيء اللي جايب مع البيت ديالو بحال الكلام ولا شي حاجه ما كيدخلش من الباب الرئيسي كيدخل من اللور هذا هو المحل كيف ما قلت لكم كيحيدوا صباطهم هنا كيدي صباطك وكتدخل الاسيا ديال هنا باليغات تلبس البلغه عاد تدخل للدار لا في الدار ولا في ريستوران ولا كلشي عندهم هذا السيستم ما تدخلش بصباطك لاي بلاصه هي عندها حاشاكم بون طواليت ولا كشي كون كيغسلو يديهم هذه الدخيله كيف ما قلت لكم وهنا عندها لو بوان ديال الاستاتيك هانتوما خدمي راها مرونه كلشي عليكم الطوب ما عرفت من كيشاف وهذا يمكن هانتوما مرونه راه البنات يلا خرجوكم من الخدمه صبنوا نشروا الفوطات هنا وزادوا بلاتي نشوف ما عرفت من كيشاف الضو ها واحد شعلتو قلت لكم هادي الدخيله هنا كاين داير هاد المبل هذا مع المرايه ديالتو ودايره هنايا هاد الكرسي البيديكور اللي بغات دير البيديكور كتكا هنايا مع راسها كتعطيهم الايباد يبقاو يتفرجوا فيلم ولا شي حاجه تما داكشي ديال الجيل وديال البوليش كامل محطوط تما كتختار مع راسها هنا في البلاصه باش كتجلس البنت وهنايا هاد هاد لي زاباري هادي ديال التنحيف هادي قالت لي اسيج نديرها لك اليوم قلت لها لا هادشي خصو 3 شهور 4 شهور 5 شهور ماشي ديال مره وحده المهم انا اسيره تهلات فيا اليوم راه صايبات لي كلشي راه عاد تكملت عاد كنصور لكم دابا نوري لكم الشكل النهائي ديالي غوفونو انا مطون هنايا عندنا قلت لكم هاد لي زاباري كاملين اللي كتخدم بهم هادي ديال باش كدير شنو ليبيلاسيون داكشي ديال الفيشال ديال الوجه وهذاك الشيء كامل المهم انا ما كنفهمش في هادشي مزيان هادو هما لي زاباري ديالها وهنا عندها لو لي اللي كدير فيه الماساج للناس عندها هي دايره حاجه من وحده بلاصه ديال المساج بلاصه ديال هذا باش ما تاخذش بزاف ديال لي كليون طو مين طون كتاخذ كليانه ولا بجوج الا كانوا صحابات ولا كيديروا لا ريزيرفاسيون كيجيو كيكملوا عاد كتدخل الكليون الثاني ما باش ما تكونش الدنيا عندها الغادي والجاي كيف ما قلت لكم هنايا دايره كافي هاد الكافي هذا كان كما درتي ريستورون قالت لي صغيور المهم انا ما كرهتوش ديرو ريستورون هكا كيجيو اللي كمل البنات زعما ولا العيالات يكملوا الماساج كيجيو هنا كيشربوا قهوتهم ولا اتاي ديالهم وهانتوما هذا هو الشكل ديالو زوين موديرن بدلاتي كيف ما قلت لكم الجاج بدلات كلشي تبارك الله على اخت ذواقه ذوق رفيع اللي كيعجبني الذوق ديالها بزاف ما كتبغيش داكشي شارجي بزاف ولكن او ميم طون عندها واحد الذوق رافيني هانتوما شوفوا البراد المغربي شنو كيدير في شوارع اليابان كي جاكم الوري ذات الزوقات كون انا دابا كون هذا عمرته من تحت حتى الفوق ها الورد ها الجاج ها الكريستال ها هي اللي ما عندهاش عندها داكشي كتبغي لا سامبليسيتي فوالا هنا كاين الكونتوار سوا راه حاطه قدام هذاك المنيو ديالها ديال داكشي كامل اللي تدير باش ما تضيعش وقتها زعما عطاتهم اتاي يشربوه وتفرجوا شنو عندي وزيدوا ديروا لا ريزيرفاسيون المره الجايه ديروا لهم المنيو تما اللي بغى شي حاجه يشربها اللي بغى هذا هنا المنيو عاوتاني ديال الاطفال واخا الوحده كتكون جايه دير حاجه اخرى المهم كتشوف هادشي راه يقدر يعجبها إيه هادشي المنيو ديال داكشي كامل اللي كدير ديال التنحيف ديال هادشي ديال ليبيلاسيون ديال باش تحيد الشعر باش ما عرفتش داكشي شنو سميتو هذا المنيو ديال التمينه صافي هذا هو الشكيه ديال في لا كويزين دايره كويزين امريكان هكا بهاد الديب كما قلت لكم هذه لا كويزين دايره فيها داكشي ليسونسييل كويسات بريقات باش كدير العصير هادشي راه قرات عليه 3 موا تقريبا وهي كتقرا على كيفاش دير الاتاي
جات عند واحد البروفيسور جات من لونجلتير وصايب كتوريها شنو هو عتاي ولاش كيصلح هذا كيصلح التنحيف هذا الا كنتي ستريسي. المهم هادشي كامل هكا 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 ما ندخلوش ليها المصارنا مسكينه سي ليسونسييل. هادشي بغيت نوريكم كلشي من الاول حتى الاخر ونتمنى تكونوا تمتعتوا معايا بهذا الجوله كيف ما انا تمتعت بها. دابا حبيت نوري لكم راه كيفاش غطاتني ما كرهتش ندير لكم الصوره ديال بيفور افتر ولكن ما درتش البيفور خساره ما عرفتش راسي واش غادي نجي غزاله بحال هكا. ودابا يا البنات هذا هو الشكل النهائي انا وجدت تبارك الله صيبت لي شفاري وصيبت لي ظفاري صيبت لي شعري صيبت لي لابو دارت لي المساج من الصبع ديال رجلي حتى راسي كلني عاودتني في اعاده. انا قلت لكم كندير لكم اعاده التصنيع وانا دابا كتهيلات لي الاعاده صيبتني عاوتاني من الاول وجديد. تنتمنى هادشي يكون باين بعدا راه تعذبات معايا شنو الراي ديالكم قولوا لي شوفوا اش فيها تبارك الله. ميرسي السلام عليكم ما تنساوش ابونيفو اي لو بوس. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه سبسكرايب لايك كومنت favorite.